إن شاء الله هناخد تطبيقات على الجذور التربيعية والتكهيبية. أول حاجة طبعاً عندنا المكعب. أحسن أول إحنا أخذنا المكعب قبل كده وقلنا إن المكعب ده ليه 6 أوجه وليه 8 رؤوس وليه 12 حرف. 1 2 3 4 5 6 7 8 رؤوس. خلاص؟ ولي 12 حرف. تعالوا نعرف كده او نفتكر مع بعض ازاي كنا بنجيب مساحه الوجه. مساحه الوجه الواحد هو عباره عن لام تربيع. يعني ايه لام تربيع؟ يعني طول الحرف في نفسه. لام تربيع معناها طول الحرف في نفسه. طيب المساحه الجانبيه عباره عن 4 لام تربيع، يعني 4 في مساحة الوجه. طب المساحة الكلية عبارة عن 6 في مساحة الوجه، والحجم عبارة عن لام أس 3. تعالى نشوف ازاي هنستعمل القوانين دي في إيجاد المساحة الجانبية والكلية والحجم. بيقول لي اللمعان المكعب طول حرفه 10 سنتيمتر. المفروض ان انا اجيب المساحة الجانبية واجيب المساحة الكلية واجيب الحجم. المساحة الجانبية قلنا هي عبارة عن 4 في لام في لام، 4 في لام في لام أو لام تربيع. لام اللي هي مين؟ اللي هي طول الحرف. يبقى 4 في 10 في 10، 10 في 10 ب 100، 100 في 4 ب 400 سنتيمتر مربع لأنها مساحة. طب لو أنا عايزة أجيب المساحة الكلية، هقول المساحة الكلية عبارة عن 6 عشان هو ليه 6 أوجه في لام في لام أو لام تربيع. يعني 6 في طول الحرف اللي هو 10 في 10، يبقى 110 في 10 ب 100 و106 ب 600 سنتيمتر مربع. طيب لو أنا عايزة أجيب حجم المكعب، هقول له الحجم عبارة عن لام أس 3، يعني طول الحرف اتكرر 3 مرات، يبقى 10 أس 3 أو 10 في 10 في 10 هتساوي 1000 سنتيمتر مكعب لأنه حجم. وحدة الحجم هي الوحدة المكعبة. طيب إذا معنى كده إن أنا لازم يكون معايا طول الحرف. طيب دلوقتي اعطيه المساحه الجانبيه للمكعب وعايزني اجيب المساحه الكليه واجيب الحجم، هقول له انا مش هينفع اجيب لك المساحه الكليه والحجم الا لما يكون معايا طول الحرف. فهقول له طول الحرف بيساوي الجذر التربيعي للمساحه الجانبيه على 4. المساحه الجانبيه على 4، يبقى الجذر التربيعي للمساحة الجانبية اللي هي 100 على 4 هتساوي جذر 25، وجذر 25 هيساوي 5 سنتيمتر. كمان مرة، طول الحرف هيساوي الجذر التربيعي للمساحة الجانبية على 4. خلاص أنا وصلت دلوقتي لطول الحرف، يبقى سهل عليا أجيب المساحة الكلية للمكعب. المساحة الكلية بتساوي 6 في لام في لام، يعني 6 في 5 في 5، 6 في 5 30، 30 في 5 ب 150 سنتيمتر مربع لأنها مساحة. لو أنا عايزة أجيب الحجم، تمام أنا معايا طول الحرف، يبقى حجم المكعب هيساوي لام أس 3، يبقى معناها طول الحرف اللي احنا جبناه اللي هو 5 أس 3 هتساوي 125 سنتيمتر مكعب. يبقى أنا دلوقتي لازم يكون معايا طول الحرف عشان أقدر أجيب لك المساحة الكلية وحجم المكعب. نيجي نشوف السؤال اللي بعد كده. مكعب مساحته الكلية 600 سنتيمتر مربع، اوجد المساحة الجانبية والحجم. فهقول له نفس الكلام، لازم يكون معايا طول الحرف. طول الحرف بيساوي
للمساحة الكلية بس المرة دي على ستة. طب ليه هنا على ستة؟ عشان هو ليه ست أوجه، فالمساحة الكلية يعني ست أوجه. يبقى هيساوي الجذر التربيعي ل 600 على 6، 600 على 6 تساوي 100. جذر 100 بكام؟ جذر 100 يساوي 10 سنتيمتر. خلاص انا وصلت لطول الحرف، سهل عليا دلوقتي اجيب المساحه الجانبيه، فهقول له المساحه الجانبيه تساوي 4 لام تربيع، يعني 4 في 10 تربيع تساوي 400 سنتيمتر مربع لانها مساحه، وحجم المكعب الحجم يساوي لام اس 3. طول الحرف اللي احنا جبناه 10، يبقى 10 اس 3 تساوي 1000 سنتيمتر مكعب لانها حجم. طيب بالنسبة دلوقتي للسؤال ده بتاع الميل، المساحة الجانبية لمكعب طول حرف لام، طول الحرف لام يعني أنا هعطيك له أي رقم، يبقى المساحة الجانبية هتساوي 4 لام تربيع. إذا كان طول حرف مكعب 2 سنتي يبقى حجمه إيه؟ 2 في 2 في 2 يعني 2 أس 3 هتساوي 8. المكعب اللي طول حرف 2 لام يبقى حجمه هيساوي 2 لام كلها أس 3، يبقى 8 لام أس 3. طيب بقية الأسئلة إن شاء الله هتبقى وين؟ بقية الأسئلة هتبقى وين؟ ناخد دلوقتي الشكل التاني اللي هو متوازي المستطيلات. قلنا متوازي المستطيلات هو عبارة عن مجسم بس جميع الأوجه الستة على شكل مستطيل، بس كل وجهين يعني كل اتنين في وش بعض، كل وجهين متقابلين متساويين في المساحة أو متطابقين. هنا الأبعاد هسميها س وص وعين، اللي هي عبارة عن الطول والعرض والارتفاع. الأبعاد الطول وعرض والارتفاع. قال لي ازاي هنجيب المساحة الجانبية؟ قلت له هنجيب وحدة القاعدة ونضربها في الارتفاع. طب ازاي هجيب المساحة الكلية؟ المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية، المساحة الجانبية زائد مجموع مساحتين القاعدتين. طب الحجم بيجاب ازاي؟ الحجم بتاع متوازي المستطيلات الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع او مساحة القاعدة في الارتفاع. تعالى نشوف دلوقتي اول سؤال. متوازي المستطيلات ابعاده يعني طول وعرض وارتفاع، عايز مساحته الكلية، فهقول المساحة الكلية، المساحة الكلية هي عبارة عن المساحة الجانبية الأول، يبقى لازم أجيب أربع خطوات، يبقى أنا هقول دلوقتي أول خطوة، تاني خطوة، تالت خطوة، تعالى نعملها صفحة تانية، دلوقتي أول خطوة هعملها إن أنا هجيب محيط القاعدة، يعني محيط المستطيل، محيط المستطيل عبارة عن الطول زائد العرض. الكل هضرب في 2، الكل هضرب في 2. طيب الطول في المساله دي هو عباره عن، طبعا انا الابعاد اللي قدامي اول رقم بيمثل الطول وبعدين العرض والارتفاع، 3 وبعدين 4، يبقى 3 زائد 4 وهضرب في 2، 7 في 2 ب 14 سنتيمتر. انا كده جبت محيط القاعدة. رقم 2 هجيب المساحة الجانبية. المساحة الجانبية بتساوي ايه؟ محيط القاعدة في الارتفاع. طيب هنضرب دلوقتي الرقم اللي احنا جبناه اللي هو ال 14 في الارتفاع. 14 في 6، 4 في 6 ب 24، 1 في 6 ب 6 وكمان 2 8، يبقى 84 سنتيمتر مربع. رقم 3 هجيب مساحة القاعدتين،
مساحة القاعدتين اللي هي موجودة فوق وتحت في متوازي المستطيلات. مساحة القاعدة الواحدة عبارة عن الطول في العرض. مساحة المستطيل يعني اللي هو الطول في العرض بس هنضرب فيه 2 عشان هما قاعدتين. طيب الطول 3 والعرض 4، 3 في 4 ب 12 و 12 في 2 ب 24 سنتيمتر مربع. اخر خطوه هكون وصلت للمساحه الكليه. يبقى المساحه الكليه عباره عن المساحه الجانبيه زائد مجموع مساحتين القاعدتين، مساحتي القاعدتين. طيب المساحه الجانبيه اللي احنا جبناها اللي هي 84 زائد المساحتين القاعدتين على بعض 24 هيديني 108 سنتيمتر مربع. طيب المطلوب التاني في السؤال اللي هو كان عايز الحجم، كان عايز الحجم بتاع متوازي المستطيلات. حجم متوازي المستطيلات عبارة عن حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة. حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول في العرض في الارتفاع، في الارتفاع. طيب يعني هنضرب 3 في 4 6، يبقى 3 في 4 في 6 هيساوي 72 سنتيمتر مكعب لانه حجم. طيب تعالى نرجع كده ونشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي لو معاك متوازي مستطيلات النسبة بين الأبعاد 2 و 3 و 5، فإذا كان حجم المو 30,000 سنتيمتر مكعب عايزة المساحة الكلية. طب تعالى نجيب الأول الأبعاد بتاعته اللي هي الطول والعرض والارتفاع. طيب هو عطيني الحجم بتاع متوازي المستطيلات. يبقى أنا دلوقتي عشان أجيب المساحة الكلية محتاج اجيب الطول والعرض والارتفاع، فهقول له الطول الى العرض الى الارتفاع. انا عندي 2 الى 3 الى 5 واعطاك الحجم. طب هو الحجم ده كان جاب ازاي اصلا؟ الحجم ده كان جاب عن طريق حاصل ضرب الابعاد الثلاثه، يعني لو احنا ضربناهم في بعض هيديني 30 ونحط الحجم تحتها اللي هو 30,000. طيب لو قسمنا 30,000 على 30 هتديني 3000 سنتيمتر او 3000 وحده، يعني 3000 وحده. يبقى انا دلوقتي هجيب الطول والعرض والارتفاع، ممكن اعملها مقص برضه. يبقى 3000 في 2 هتساوي 6000 سنتيمتر. طيب العرض هيساوي 3000 في 3 هتساوي 9000 سنتيمتر برضو. طب الارتفاع هيساوي 5 في 3000 هيساوي 15000 سنتيمتر. طيب ما دام جبنا طول وعرض وارتفاع يبقى هقدر اجيب المساحه الكليه والمساحه الجانبيه بنفس الطريقه اللي احنا جبناها، اللي هي الاربع خطوات اللي احنا ماشيينها اللي هي زي الخطوات دي. تمام؟ طيب نكمل السؤال. بيقول لي متوازي المستطيلات ابعاده جذر 2 جذر 3 جذر 6، عايزه المساحه الكليه وعايزه الحجم. طيب تعالى نجيب الحجم الاول. حجم متوازي المستطيلات بيقول لي حاصل ضرب الابعاد الثلاثه، الطول في العرض في الارتفاع، يبقى جذر 2 في جذر 3 في جذر 6، واحنا اخذنا الاعداد الحقيقيه. طيب جذر 2 في جذر 3 بجذر 6، وجذر 6 في جذر 6 هيساوي 6 سنتيمتر مكعب لانه حجم. تمام؟